شايف ان المشكلة ده هي سببها ان السيسي عمل شغلانة كبيرة مع روسيا، فروسيا صدرت لنا التلج عندنا هنا. احنا كنا مرتاحين شوية مع امريكا بسبب ان كان الجو مظبوط. روسيا طبعا الاسكيمو هناك متهلج الدنيا، بس انا بشوف اشرب حاجة يا سنتون. ما بشربش والله حاجة خالص غير الحشيش الحمد لله. الحمد لله عليك. بتشرب يعني بتشرب كتير لا كي. كتير يعني ممكن في اليوم مثلا ممكن يبقى حوالي 10 12 جوان، يعني انا ما بحاولش يعني اقفل 20 جوان في على قد على نفسك. جوانين الصبح، جوانين الظهر، جوانين بعد الغداء، جوانين بعد العصر، جوانين لو زبون قرفني، جوانين لما بتعشى، جوانين لما بروح كده، يعني بترسى في الاخر في اليوم على 10 12. لو ما شربتش ايه اللي بيحصل يعني؟ بيبقى مودي مش حلو.